أيضا للمزيد من المتابعة من محافظة سوهاج ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. تفضل محمود. نعم هبة، بعد التحية طبعا يعني فرحة كبيرة اليوم لا توصف لدى أهالي قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، هذه القرية التي يعني حظيت بتشريف وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد هذه القرية والمشروعات التي تمت في هذه القرية وإعلان هذه القرية أنها قرية نموذجية. هذه القرية تغيرت تماما بعد دخول مبادرة حياة كريمة وتطوير القرية من كل النواحي المختلفة. دعيني أولا أنقل لك يعني صدى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القرية التي كانت أولى محطاته في افتتاح العديد من المشروعات اليوم بمحافظة سوهاج. من هذه الفرحة رصدتها خلال اللقاء بعدد كبير من المواطنين الذين تحدثوا أو يعني أثبتوا يعني أمرين هامين. الأمر الأول أنه لا مجال لتهميش الصعيد ولا سماح مرة أخرى يعني أن يكون الصعيد منسي كما قيل، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى وهو يضع الصعيد على أجندة أولوياته، وهذا ما تم الحديث عنه مع الأهالي اليوم بهذه المشروعات. الأمر الآخر وهو فيما يعني يقال البساطة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين. المواطنين هنا في قرية أم الدوم بمحافظة سوهاج يعني كان حلم لهم أن يكون رئيس دولة يزور هذه القرية ويتحدث مع الأهالي، فبالتالي هو جانب إنساني وجبر للخواطر كما قيل، فهذا ما لمسناه من خلال فرحة الأهالي داخل هذه القرية. أيضا هذا يؤكد أن الإنجازات التي يعني حققتها مبادرة حياة كريمة كثيرة وغيرت شكل الحياة وغيرت أيضا فيما يتعلق بتوفير الجهد وتوفير المال وتوفير الوقت. إذا تحدثنا عن المشروعات التي غيرت هذه القرية وجعلت من القرية مدينة مصغرة متكاملة الخدمات، نتحدث عن إحدى النقاط التي كانت في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وهو تفقده لوحدة طب الأسرة في قرية أم الدوم. هذه الوحدة التي تم إنشاؤها يعني تتمتع بالعديد من الخدمات ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين ولأهالي القرية والقرى المجاورة. نتحدث عن أن قرية أم الدوم هي من ضمن 181 قرية على مستوى محافظة سوهاج، وهو مجلس قروي يضم عدد من القرى، فبالتالي هذه الوحدة ستخدم قرية أم الدوم والقرى الأخرى المجاورة. هذا وحدة طب الأسرة ستقدم الخدمات الطبية من العيادات المتخصصة الموجودة والتخصصات المختلفة، ستقدم وتتيح أيضا تقديم العلاج بالمجان، وأيضا سيكون مكان لاستضافة القوافل الطبية المختلفة بمختلف التخصصات. فبالتالي يعني هذه أهم الإنجازات التي تمت في مجال القطاع الصحي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف وأيضا يعني وحدة إطفاء، بالإضافة أيضا إلى يعني إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وهو مجمع خدمات تحيا مصر. هذا المجمع تحديدا يضيف العديد من الخدمات الهامة لأهالي القرية. لماذا؟ لأن هذا المجمع يحتوي أو يتضمن عدد كبير من الخدمات التي كان يعني ينتقل إليها أهالي قرية أم الدوم إلى مركز طمة أو مدينة طمة، فهذا كان يكلفهم في المواصلات وفي الانتقال وفي الوقت وفي المال، لكن هذه الخدمات تضمنها هذا المجمع الخدمي بوجود السجل المدني، بوجود الشهر العقاري، بوجود أيضا وحدة للتضامن الاجتماعي، وبالتالي كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون في قرية أم الدوم أصبحت متوافرة في مكان واحد يلجؤون إليه بكل سهولة، يحصلون على الخدمات والرقمية التي نعم. يعني متاحة لهم من خلال هذا المجمع. أيضا نقطة أخرى في المشروعات التي تمت نعم تفضل محمد.
بالطبع، يعني إجراءات تيسر من حياة المواطنين، وهذا ما لمسناه وما تحدثوا عنه، لأن الانتقال من قرية أم الدوم إلى مركز ومدينة طبا كان يكلفهم كثيرا من الوقت والجهد والمال كما تحدثنا. أيضا من المشروعات الأخرى التي أضافت إلى أهالي قرية أم الدوم، لأنكم تعلمون أن مبادرة حياة كريمة لا تترك جانبا إلا ويتم تطويره ويتم العمل عليه، خاصة الجانب التعليمي، فمبادرة حياة كريمة كان لها نصيب كبير من الإنجازات فيما يتعلق بالناحية التعليمية، وهي إنشاء مجمع أم الدوم، مدرسة أم الدوم الابتدائية المشتركة لتتسع لأكبر عدد من الطلاب. أشكرك محمود على هذه الصورة الوافية من قرية أم الدوم بمركز طمة محافظة سوهاج، محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.